شد يا مرات ابويا. يا سيدي يا سيدي ايه صدرك الواسع ده يا مرات ابويا؟ اهدى رب النبي الا عقوق الوالدين. سجد شد فرحات. سجد شد فرحات بقى. خش عليا يلا اقعد فيها. يلا يابا الفحم هيطفي. أه؟ بالراحه بقى بالراحه بقى. تعميله حلوه يا سيدي. شفت بقى بصراحه قلت لك ابنك هيدلعك. لا دلعني انا مش مصدق نفسي يا جماعه. انا قاعد بحشش مع ابويا ومرات ابويا. ده ايه ده؟ انها حقا عائله قذره. فرحات عزل فرحات هناك يا مرات ابويا. كنت فاكره هنا. لا فرحات هنا. شفت بقى ايه؟ بقيت في نظرها حماده سلطان. ايوه سيد. عارف يابا لو دخلت وديتها ظهرك هتقوم تحلف بحياتك. شد يا مرات ابويا شد. اثبت. محدش حرك مكانه. وفي حد في حيل يتحرك يا ابني؟ الله انت بلغت عننا يا مرات ابويا. والنعمة على عيني ما حصل. نهار اسود. يبقى انت فتشني. لا يبقى انت فيك شيء لله. يا لهوي يا لهوي اترك روح البيت على مين يا اخويا؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي اروح لك فين طيب؟ اجيب لك محامي فين يا اخويا؟ يا لهوي يا ناس بدونا يا ناس يا ناس حد يقف جنبنا يا ناس. خشوا علينا الحكومة يا ناس. يا طارق ربنا يوصل في الشارع يا اخواتي. امن بالله ما حد فضحنا غيرك. خش جوه. يابا اقول لها تخش جوه. خش جوه زبده مش وقت حندله. اه خد زبده ده هندلعها في الظروف المنيله اللي احنا فيها دي يابا. وانت بتتفرجوا على ايه يا اخوانا؟ ده سوء تفاهم ويتحل ود. البوكس ده عطلان ولا خير؟ ما تطلع يا باشا. فوت يردينا بالدنك والدنك مش راضي بينا. علا نحس. ماشي يا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يعينك يا حاج. يلا يا جماعة. يا الناس دي ملمومة عند بيت فرحات ليه يا زناتي؟ اللي بيتفرجوا على التشريف اللي جاي تاخد فرحات وسيد ابنه. على إيه المرة دي؟ بقى الشعب اللي هيقول الحكومة الأخبار. أنت مخبر مباحث قد الدنيا. شمشم وهتلاقينا التايه. هتلاقيني بحطت إيدك. يا باشا يا باشا يا باشا والنبي بطل خبطه واخلص. عايز ايه يا باشا؟ سعادتك في سوء تفاهم وعايزين نلمه قبل ما يوسع. سعادتك خدتنا من الضل للنار. لا انا ولا الراجل ده عارفين تهمتنا ايه. ليه ما حدش قال لك في اسم الاسماعيليه اللي انتوا هربتوا منه ان الراجل الطيب ده كان ممسوك بعربيه مسروقه وكل الورق بتاعها طلع مضروب؟ حلو قوي. طب الراجل الطيب ده وغلط واتقبض عليه، انا ذنبي ايه بقى اتاخد في رجلنا باشا؟ يا راجل والفلوس المزوره اللي انت اتمسكت بيها دي كانت ايه؟ وامضيتك على اقوالك في اخر المحضر ده كان ايه؟ ها؟ امضيتي؟ امضيتي مين بقى بيضرب ورق للداخليه دلوقتي يا باشا؟ انت هتهلفط في الكلام ولا ايه؟ واسكت بقى صدعت دماغي. يا باشا معاش ولا كان اللي يصدعك؟ يا باشا انا بس في مستقبل واحد هيضيع ظلم. موضوع المحضر ده عشان مهمه وطنيه انا كنت بعملها لصالح وزاره الداخليه، مش عايز اسيح. انت عارف انت بتفكرني بايه؟ باحمد زكي في ارض الخوف. يا باشا لو مش مصدقني تقدر تسال نادر بيه عبد الغني ودي المباحث في اسم اسماعيليه. هو مرتب معايا ومتفقين على المهمه سوا. مش بقول لك ان انت مصر انك تصيح عشان منقي نادر بيه دونا عن ضباط الاسم وجاي لي انا تنصب باسمه عشان انت عارف ومتاكد ان نادر بيه مش هيكذبك. يا باشا ويكذبني ليه اذا كان الموضوع كله تم على ايده سعادتك؟ عشان نادر بيه استشهد وهو بيدافع عن اسم الاسماعيليه. اصدقك انا ازاي بقى؟ مين ده اللي استشهد سعادتك؟ نادر بيه عبد الغني. مات؟ يا نهار اسود. يعني انا وابويا هنقضي عمرنا كله في ارض الخوف ولا ايه؟ عارفها؟ طب يلا بسرعه عشان بولد بسرعه. رد بقى. رد. يا سالم الحقني. انا بولد وتايهه مش عارفه انا فين. تايهه فين؟ بقول لك تايهه في شارع ضلمه ما اعرفش انا فين. الحقني بسرعه بولد. اسمعوني كويس. عايزكم تغطوا كل الطرق، تاخدوا معاكم كشافات اي حاجه تنوروا بيها، تمسحوا الطرق دي شبر شبر، وتكلموني اول باول، واي حد فيكم يلاقيها ياخدها على اقرب مستشفى ويكلمني. يلا اتحركوا. اخوات
مساء الخير يا هاني. خير. سالم بيه مش بيرد على التليفون. ابو لاتز بيدي فراولي في ميعاد بيني وبين سالم بيه بكره على اليخت بالليل، وسعادتك عارفه ان المواعيد دي بيبقى لها ترتيبات خاصه بتختلف كل مره حسب اوامر سالم بيه. ويتين. ودلوقتي مقفول، خليك انت وراه، ولو في حاجه مهمه تقدر تبعت له مسج. انا شخصيا ما جاليش اوامر من سالم بيه بتجهيز اليخت لاي رحلات بكره. انا اسف على ازعاج سعادتك، بعد اذنك. اتفضل. I'm sorry. عايزك. اه سالم. بص بقى يابا، على ميه بيضه كده ووش. انت عارف وانا عارف ان انت ممسوك متلبس، صح؟ صح. وانا ممسوك ظلم. وانا اساسا كنت جاي اخلصك من اللي انت فيه، لقيت نفسي لابس في شجره. ارجع مكانك يا باشا. بس معلش بنتكلم في موضوع عائلي قبل ما نوصل للمديريه. عايزك. اه سعيد. العدل بقى بيقول ايه؟ بيقول يا سعيد، بيقول ان زي ما ساعدتك عشان تخلص انت لازم تساعدني عشان اخلص. صح صح. اول اشاره تيجي انت هتوشوش ولا ايه؟ وانا بقول له حاجات قبيحه؟ ده ابويا، انا بس هفهمه مصلحته. ويا رب يبقى فاهم. يا رب يا رب. مالك يابا؟ انا سيد. مالك يابا؟ مخلوق سيد. يا اخوانا مروحه صيني ولا مرير راجل بيروح مني؟ مالك يابا؟ يابا يا اخوانا مرير ولا حاجه؟ يا باشا يا باشا. استنى يا غبي، اجري كده شوف الحياري. وانت مين؟ انا خلاص لقيتها. ايوه عياده في الحي الشعبي. ايوه في الغردقه طبعا، هتكون فين؟ يلا قول لهم بطلوا يدوروا عليها. سلام. اطلع بينا بقى، مش ناقص غباوه دلوقتي. الو. ايوه سيد، انت فين يا سيد؟ انا اللي فين يا ابني؟ انت اللي فين؟ ما انا مرزوق في الشارع مستنيك اهو يا سيد. يا ابني انا واقف تحت التمثال، انت فين؟ فين التمثال ده يا سيد؟ يا نهار اسود، ومال التمثال اللي في الميدان يا سمعه؟ هو كمان في ميدان؟ انت فين يا سيد؟ اه هي ليلى. لا ما انا مش شايفك من الزحمه، بس امشي انت كده وشوفني. انت هتشوف زحمه مين يا ابني؟ ده مفيش غير في وسط البلد يا سيد. ما تدهنش بقى يا سيد، مش شايف حاجه. انا راجب. تعالى بس، انا واقف اهو. تعالى بس بس بس. يا نهار اسود، انت نايم في التاكسي؟ عيب عليك، انا ما نامش ومستني صاحب عمري ولا في الشغل. تعالى بس. انت طالما بس خلاص، انا قريت كده. رغي رغي رغي، انا قريت الليله السوداء اللي احنا فيها.